أجلي؟ ما هناك من يفسد علي نومي. لماذا تضيء كل هذه الأنوار؟ لم أعلم أنها تبدو رائعة. هل تعلم أن الكهرباء تتولد من حرق الوقود؟ وعندما يحترق الوقود يتلوث الهواء. هل هذا شيء رائع؟ لا. عندما تقوم بتجديد استهلاك الكهرباء فإنك تساعد على توفير المال وتحافظ على نقاء الهواء. هذا رائع. الآن سأقوم بدوري. ترقبوا مزيدا من مغامرات أصدقاء بينا.